السلام عليكم ورحمة الله. كتير مننا يعرف برنارد شو الأديب العالمي وأشهر من رفض جائزة نوبل، ورغم أنه لم يسلم إلا أنه كتب مقالات كثيرة يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفه بأنه منقذ البشرية. ومن أشهر ما قال: لو كان محمد ابن عبد الله بيننا الآن لحل مشاكل العالم، وهو يحتسي فنجانا من القهوة. وهناك أيضا كتاب مشهور جدا اسمه الخالدون المئة، بيرتب أكثر الشخصيات تأثيرا في التاريخ، والكتاب ده لواحد اسمه مايكل هارت وهو غير مسلم، وضع على قمة المئة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن المسلمون نعتقد اعتقادا راسخا أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأحكم الحكماء، والله يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الله الحكمة من يشاء، والحكمة مشتقة من الفعل حكم أي منع، فالحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في الضلال والذلل. وعلشان كده الحديدة اللي بتوضع في فم الفرس والحصان تسمى حكمة لأنها تمنعه من الجموح. والحكمة أيضا من الإحكام، وهو الإتقان في القول والعلم والعمل. واجتهد المفسرون كثيرا في تفسير معنى الحكمة، فقال البعض: الحكمة هي الإصابة في القول والفعل. وقال الإمام السعدي في تفسيره: الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها. وقال الإمام البغوي في تفسيره: الحكمة هي العلم والفقه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقتادة: الحكمة هي علم القرآن. وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة، وما خلد لقمان في القرآن إلا لحكمته سبحانه، يؤتي الحكمة من يشاء. ومن أنعم الله عليه بالحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما؟ والحكمة توافق العقل والفطرة السليمة، والحكمة توجه الإنسان نحو عمل الخير وتمنعه من عمل الشر، فهي تسير بالإنسان نحو الكمال والاستقامة والهداية والإيمان والسعادة في الدارين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد هنا هو الغبطة، وهو مباح لأنه يرى نعمة عند غيره فيتمنى لنفسه مثلها دون زوالها عن أخيه. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ولكن هناك سؤال هام: هل الحكمة أمر فطري أم أمر مكتسب؟ هي مزيج من الأمرين، فالحكمة أمر فطري ويمكن أن تكتسب ويمكن أن تنمى. يمكن ذلك بقراءة القرآن وتجويده وتعلم معانيه، وقراءة السنة الشريفة وتعلم معانيها، وكثرة ذكر الله لأن الله تعالى هو الحكيم، وكثرة مجالسة الحكماء تؤتي الحكمة، ومصاحبة الحكماء وترك مصاحبة الحمقى وما أكثرهم، وبكثرة التجربة وبكثرة القراءة للحكماء ككتاب الأزكياء لابن الجوزي، وبالعلم وبالحلم وبالصبر والجود تكتسب الحكمة بإذن الله. وما يذكر إلا أولو الألباب وأصحاب العقول السليمة التي تخلصت من شوائب الهوى ودوافع الشر. جزاكم الله خيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.